السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوكوك. اليوم ان شاء الله نهضروا على انواع الجبن اللي راح نستعملهم في رمضان، وشكون فيهم المليح واش لي ماشي مليح. اذا اول حاجه راح ندير لكم بهذا تشيزي، هذا ماشي جبن حقيقي، هذا تحضيره غذائيه. ديجا كي تقراو تصيبوا تحضيره غذائيه، يعني ماهوش جبن حقيقي. برك تنجموا يعني تستعملوه في البوراك ولا في ليغراتا، يعني تعاونوا به. هنا عندنا بالنسبه للجبن الذائب حقيقي، جبن اللي ما فيهش يعني المايزينا بزاف، ويكون جبن يعني فيه البنه، كاين كيما هذا تيب توب. هذا يدير 90000، فيه نورمالمون 850 غرام ولا لا 800 غرام، فيه 800 غرام تيب توب. هذا جبن يعني تنجمو تستعملوه بنين بزاف، كاين مام تاع لي بورسيون يعني علب هذوك صغار، تصيبوا العلب صغار واللي تبغي هكا كونتيتي. يعني هذا يدير 90 بصح بنين، يعني هذا جبن مصنوع في الشراقه نورمالمون في الجي. هذا جبن مليح يعني فيه البنه، نجمو ديروه في البوراك ولا في لي غراتان، ولا يعني فيه كو تاع الفرماج، لانه جبن ماشي تحضيره غذائيه. دائما كي تقراو جبن ذائب ماشي كيما تحضيره غذائيه، هذا جبن ذائب، هاو جبن مذوب. دونك نوريكم من داخل، شوفوا كيفاش يجي. مام هذا يشد لكم، وما تشروش تاع البيدو، من الاحسن تشرو كيما هكا وما تشروش تاع البيدو، باسكو تاع البيدو بالخف يخسر وماهوش فرماج. كاين هذا ثاني جبن، هذا جبن ذائب كيما راكم تشوفوا مكتوب، جبن ذائب يدير 35 ميل تاع لا مارك سيفيتال، الاسم تاعو كريمي كيما راكم تشوفوا. هذا يجي كيما المايونيز، يعني يبان كيما المايونيز، هو جبن. اذا هذا الفرماج بزاف بنين، هذا تنجمو مليح يعني في السحور، يعني هكا مع خبز ولا ما ملي تبغي تستعملو في البوراك تستعملو. هذا بزاف هايل. كاين هذا التختينو، انا كنت استعملته قبل، يعني قبل شعبان كاع، عندي واحد الشهر ولا ملي شريت. هذا ثاني شباب، هذا من بعد يبقى لكم الكاس، يعني تقارديو هذا الكاس. كاين هكا صغير، وكاين اللي يجي الكاس تاعو حجم كبير. هذا ثاني تختينو، هذا شباب، هذا ثاني جبن ماشي تحضيره غذائيه. كاين ثاني هذا تاع مونلي بزاف بنين، انا كنت نبغيه في شحال كنت نحوس عليه، بصح كان مقطوع واحد الفتره وعاودوا جابوه. هذا بزاف هايل مونلي، هذا ثاني جبن ذائب ماشي تحضيره غذائيه. هذا ثاني مليح في السحور، كاين هكا علبه صغيره وكاين اللي تجي كبيره. هذا انا كنت ديجا استعملته، يعني ثاني شوفوا ديجا راه قريب يكمل، كمل نورمالمون، ما بقاش فيه بزاف. هذا مليح هكا دي ساندويش ولا ديروا به شاورما، ديروا به يعني هكا دي ساندويش، ولا ما في السحور تستعملوه. اما بالنسبه للجبن المبشور، كاين هذا تاع فيتفي، يعني هذا الثمن تاعو ماهوش غالي. انا كنت نستعمل هذا بالميزان، شيدار بالميزان، هذا كي ترابوه يعني يعطيكم الكو، وهذاك فغي شيدار يعني، وهذا ماشي لو فغي شيدار، هذا تحضيره غذائيه، يعني هذا ما فيهش الكو. صح يعني كي تكون الكغاتا هكاك حاميه وديروه من الفوق صح يذوب شويه، بصح ما فيهش البنه. انا شريته غير باش نعاون به، نخلط شويه من هذا مع هذاك الشيدار، يعني لو فغي شيدار، باسكو هذاك هذا استقابلي شويه غالي، يعني هاد شويه ب 50000، ما نجمش نشري كونتيتي كبيره، نخلط باش يشد لي شويه، يعني كل ما يخلص نزيد نشري شويه، يبقى لي ندير مع هذاك تاع ذوق الجوده. هذا هما الاجبن اللي نستعملهم. كاين ثاني جبن بزاف بنين اللي كدرت لكم في الشورت، اللي هو جبن الاطلس، هذا موجود غير في وهران. هذا الفرماج تاني اللي صبته، هذا جبن ماشي تحضيره غذائيه تاع الاطلس، هو شويه ما كاش منه بزاف، مخدوم في بير الجير في وهران، يعني اللي يسكنوا في وهران برك يصيبوه. اشروه بزاف بنين. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو تاع نهار اليوم، وان شاء الله جربوا هاد الاجبان ويعجبوكم. ان شاء الله رمضان تصوموا بصحتكم. شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء.